المشروع اللي غادي نطلقوه السنه المقبله في 2023، اللي هو تعميم تدريس اللغه الانجليزيه على السنوات الثلاث نتاع التعليم السيكل الاعدادي عوض الاختصار على السنه الاخيره. وهذا غادي يعطينا تلاميذ اللي غادي يوصلوا نهايه السيكل الاعدادي عندهم مؤهلات لغويه اللي كتمكنهم متابعه جزئيا او كليا بعض المواد باللغه الانجليزيه. يعني ابتداء من الموسم المقبل غيتم تعميم اللغه الانجليزيه، باي باي اللغة الفرنسية، غادي يبداو المواد العلمية يتقراو باللغة الإنجليزية. السؤال المطروح هو من أين سيأتون خلال موسم واحد بأساتذة اللغة الإنجليزية، وكذلك ماذا سيفعلون بأساتذة اللغة الفرنسية، وكذلك ماذا سيفعلون التلاميذ الذين كانوا يدرسون اللغة الفرنسية من الابتدائي حاليا سوف يدرسون اللغة الإنجليزية أو المواد العلمية باللغة الإنجليزية، يعني خاص نورمالمون يدخلوا لهم اللغة الإنجليزية من الابتدائي، ابتداء من الابتدائي، باش يقدر الطفل أو التلميذ يواكب ويتماشى مع الوضع.